سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أريد أخبركم عن مستلزمات الهامستر. مستلزمات الهامستر قليلة: القفص، والأكل الجاف، وقليلة الماء، والمكان الذي ينام فيه، ونجارة الخشب، وألعاب كالعجلة والسلاليم. ونكون وصلنا لنهاية الفيديو. يرجو الاشتراك ولايك، وشكرا يا عائلة اليوتيوبية، لقد وصلت قناتي إلى 3 مشتركين. وشكرا. هاي كرم الله تسلم عليكم. انظروا كرم الله تسلم. أهلا أصدقائي، اشتركوا في القناة واللايك والتعليق. أرجوكم. أنا كرم الله الهامستر. وهيا لا تنسوا الاشتراك واللايك والتعليق. وداعا سأذهب للنوم.